ومشاهدينا الكرام، في ظل متابعتنا لتطورات الأحداث والغضب الذي اندلع في العديد من العواصم العربية جراء ما يشهده قطاع غزة من أحداث، وجراء الاعتداء الذي تم بالأمس أو التفجير الذي وقع في مستشفى المعمداني في القطاع والذي أودى بحياة أكثر من 500 شهيد، نتابع هذه اللقطات المباشرة من بيروت لبنان، حيث اندلعت مواجهات بين مجموعة من المحتجين أمام السفارة الأمريكية الذين ذهبوا للتعبير عن رأيهم وللاعتراض على ما يحدث في الأراضي الفلسطينية وعلى الموقف الأمريكي والمواقف الدولية إذا تصعيد وتصاعد حدة القصف الإسرائيلي وتصاعد الهجوم على قطاع غزة.